إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، في هذه الأيام المباركات تحتفل أمتنا العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج، بتلك المعجزة الخالدة والتي جاءت تسرية وتسلية وتكريما للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث رأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. أيها الأحباب، ومن هدايا رحلة الإسراء والمعراج هدية الصلاة، حيث فرضت الصلاة في تلك الليلة المباركة. والصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين ومعراج أرواح المحبين إلى أعلى عليين لتسعد هنالك بالأنس. وهل رأيت بربك أيها الأخ المسلم الحبيب، هل رأيت بربك أعذب ولا أحلى من ركعات خاشعات يسعد بها أهل الإيمان؟ إنها حقا هدية وقربى إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، ما أطيب كتاب الله عز وجل يتلى في الآفاق، سعادة النفس وراحة القلب واطمئنان القلب في آيات مباركات، ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. وما أطيب أن نستمع إلى الذكر الحكيم بصوت عذب ندي، وأحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. يا قارئ القرآن، داوي قلبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 56 من سورة النمل، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا
أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكفر يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن رب لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة وإنه لهدى ورحمة إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل كلا على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء
الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، رحلة الإسراء والمعراج تذكر الأمة العربية والإسلامية بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، منتهى إسراء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبداية معراجه إلى السماوات العلى. يا قدس يا رمز الفدا، يا فيض إشراق الهدى، يا درة الإسلام، يا نورا تبدى سرمدا، يا غصن زيتون بدا وعليه طير غردا، أرض السلام تحيتي ومودتي طول المدى. يا قدس ما هنت علي كلا ولا هبت الردى، زيتونتي كانت هنا داري وصحبي والندى، سأعود عودا أحمدا والدار نأتيها غدا، يا مسجد الأقصى سلاما ثم السلام مجددا. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرد إلينا المسجد الأقصى المبارك ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت،
عليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي جيشنا يا أكرم الأكرمين يا عجبا لرسل الله
أمهم ليأمهم طه النبي الهادي. عجبا لمعراج الحبيب، عجبا لمعراج الحبيب محمد، عجبا عجبا لرحمة ربنا الجواد. فرض الصلاة فرض الصلاة، وفي الصلاة حياتنا. فرض الصلاة وفي الصلاة حياتنا هي نعمة الرحمن. نور فؤادي عاد الحبيب، عاد الحبيب وقد تجلى أمره. يا قوم إني قد هديت رشادي، والله والله ما زاغ الفؤاد وما طغى، والله يعصمه من عاد الحبيب، عاد الحبيب، عاد الحبيب وقد تجلى أمره. يا قوم إني قد هديت رشادي، والله ما زاغ الفؤاد وما والله ما زاغ الفؤاد وما طغى،
والله يعصمه من الأنداد. يا رب صل على الحبيب محمد. يا رب يا رب صل على الحبيب محمد واكتب شفاعة الصلاة والسلام عليك يا علم الهدى ويا من بالمدينة المنورة أسكنك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. الصلاة خير النوم.
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوت مع الفجر حلو الصدى يسري، ينساب كالطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر. يا قومنا هبوا ناداكم الرب، لب الندى لب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الأحباب، عبر الزمان والمكان سيظل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيظل هو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لأهل الإيمان. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بكل خلق نبيل، بل أرشد الإنسانية كلها إلى ما فيه عزها وصلاحها في الدنيا والآخرة. وإن الكلمات لن تفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعضا من حقه. فهو صلى الله عليه وسلم سماحة نفس كروح الصبا، ورقة طبع كعهد الصبا، وحسن بيان كزهر الربا، وروعة خلق وخلق بدا. فمن ذا يساميه في العالمين؟ من أي النواحي يفيه المقال؟ وقد جمع الله فيه الكمال، وألف فيه فنون الجمال، وألقى عليه رداء الجلال، ففاق الملائكة روحا ونفسا، ورقت حواشيه لطفا وأنسا، وحاز الكمالات طهرا وقدسا. فمن ذا يقول ومن ذا يبين؟ فاملأوا القلب ببرد اليقين. اللهم اجمعنا بنبينا وحبيبنا في جنات النعيم. أيها الأحباب، بمشيئة الله تعالى سوف يؤمنا في صلاة الفجر لهذا اليوم فضيلة الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم ما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا رسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا للصلاة يا أرحمنا رحمكم الله استقيموا واستووا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا واغفر لشهدائنا وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا يا مولانا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا يا مولانا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، وصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، وصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، والتي نقلناها إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا وإماما في الصلاة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. أيها الأحباب، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت الزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية،
وتقبلوا أطيب تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية، وتقبلوا تحيات الزملاء مهندس خالد رمضان، مهندس مدحت سعد زغلول، مهندس شريف محمود من غرفة المراقبة الرئيسية، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر رجب من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.